أهلا بكم إلى كلام بيروت في هذه الحلقة. الحدث اللبناني في أوروبا ما زال والذي يتوج بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في بروكسل ما زال يحظى باهتمام صحف بيروت التي أبرزت لهذا الحدث، إضافة إلى المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري أمس من برلين بعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لا سيما قوله إن الإرهاب لا دين له. هذا العنوان إضافة إلى مواضيع قانون الانتخابات وانفلاش حزب الله الأمني وملفات اقتصادية سأتابعها مع الدكتور أنطوان حداد الخبير في السياسات العامة نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي. صباح الخير دكتور حداد. أهلا وسهلا بك. عنوان الرئيس اليوم في صحف بيروت هو بالطبع عنوان مؤتمر بروكسل، ولكن على نفس المستوى من الأهمية أفردت الصحف اهتمام لمجزرة إدلب بالأمس بالغازات السامة، قصف المدنيين، قصف النظام السوري للمدنيين بهذه الغازات. البداية من كاريكاتير أرماء حمصي بجريدة النهار تحت عنوان قصف جوي بغازات سامة في إدلب يقتل مدنيين بينهم أطفال، رسم سحب فوق إحداها روح الطفل السوري الشهير إيلان الذي مات غرقا قبل سنوات بينما كانت أسرته تحاول الفرار من سوريا عبر تركيا بحرا نحو أوروبا. تعليقك يعني على هذا الموضوع؟ كثير معبر الكاريكاتير تبع أرمان مثل العادي، يعني بيختصر اللحظة. إيلان يعني مبارح كان في عشرات الإيلان، يعني مبارح كان بالنسبة لأطفال الشعب السوري شفناهم المنظر عشرات الإيلان. للأسف الشديد هذه ليست أول مجزرة من هالنوع بيرتكبها النظام حيال الشعب السوري وبيكون ضحيتها مدنيين وأطفال. طبعا في عنا كلنا بنذكر مجزرة الغوطة من أربع سنوات ونصف، وكلنا كمان بنتذكر وبعدنا بنقول لو لحظتها تم معالجة جدية ووقوف يعني موقف دولي حازم بعدم السماح بالإفلات من العقاب، أنا بعتقد كان ممكن من الصعب كانت تتكرر يعني. وأنا سؤالي أين ستقع المجزرة المقبلة بسوريا إذا لم يتم ردع هذه الأعمال الإجرامية حيال المدنيين؟ اليوم سيجتمع مجلس الأمن لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وأمهال مهلة 30 يوم لإعطاء تقريره. لفت اليوم قراءة جريدة الجارديان البريطانية لهالعنوان من خلال اعتبار أنه موقف الولايات المتحدة الأخير قبل يومين ثلاثة يلي اعتبر أنه هلأ مش وقت الحكي بنظام الأسد وأنه هاي مسألة بتخص الشعب السوري، هالموقف هو يلي جعل حكومة الأسد لا تخشى العقاب بأي حال. حتى الواحد ما يبالغ، أكيد هذا جزء من خلفية الموقف، يعني لمن دولة عظمى الدولة الأعظم يعني عم تاخذ هذا الموقف انه هلا اولويتنا داعش. اوكي داعش يعني كلنا اولويه العالم كله داعش، يعني هي قضاء على داعش، بس انه يعني موضوع النظام بيتاجل او انه هذا موضوع سنوي، انا بعتقد بشجع النظام على الاستمرار بهذه الاعمال. وانا بعتقد انه لو ما هيك نوع تصريحات لو ما في بالاساس سياسه امريكيه كلها تحت عنوان انه بيقدر الواحد يعمل جريمه ضد الانسانيه ويفلت من العقاب ويقدر يستمر حاكم او بيقدر يستمر يعني عم يتعاطى معه هالأساس، أنا بعتقد هذا أساس الموقف. يعني بالأساس حتى من غالي يعني من بالغ أكيد في خلفية أخلاقية، يعني إذا طالما في هاي القاعدة لم تطبق بعد أنه من يرتكب مجزرة بحق شعبه ما بيطلع له فرصة تانية، ما بيطلع له فرصة تانية، هذا ما لازم يكون في استثناءات بهذا الموضوع. للأسف الشديد أنه منشوف أنه طريقة تعاطي المجتمع الدولي وتحديدا زعيمة المجتمع الدولي المتحدة سواء بولاية أوباما، وللأسف بدنا إثباتات ليتبين لنا العكس هلأ أثناء ولاية يعني ترامب. للأسف الشديد يعني لازم نبلش نتحذر أيمتى المجزرة المقبلة إذا ما بيحصل موقف حاسم هذه المرة. بأي حال هذا العنوان سنعود إليه إذا سمح الوقت أكيد بختام الحلقة، ولكن الحدث اللبناني الأبرز أو المعني في لبنان بشكل مباشر هو مؤتمر جنيف، مؤتمر بروكسل عفوا، الذي سينعقد تقريبا بعد ساعة من الآن وسنتابع بالطبع الافتتاح هذا المؤتمر. جريدة المستقبل اليوم ركزت على هذا العنوان بالقول من باريس إلى برلين فبروكسل جولة أوروبية نجح خلالها الرئيس الحريري بحشد دعم فرنسي ألماني وازن للبنان عشية انعقاد مؤتمر سوريا والمنطقة اليوم
في بروكسل. ما هو الجديد الذي سيقدمه المؤتمر برأيك، وماذا يريد لبنان تحديدا سماعه في هذا المؤتمر؟ أنا برأيي بطبيعة الأزمة اللجوء السوري إلى لبنان ما في شيء جديد. نحن عم نعاني لوحدنا صار لنا 4 سنوات. نعم. من هذا الملف، والمجتمع الدولي يعني أنه بالتي هي أحسن بيساعد، وبفتكر أنه يعني هني حتى يعني المجتمع الدولي بيقول أنه المساعدات اللي بقدم لنا إياها منا كافية. يعني في إقرار بأنه لبنان عم يتحمل عبء كتير كبير. نعم. المشاركة الدولية بتقاسم هذه الأعباء ليست على قدر يعني على قد على أدهد. الجديد بالموضوع أنه اليوم أنه في حدا مثل الرئيس الحريري عنده هذا الرصيد الدولي، عم بجرب يستخدم هذا الرصيد من أجل يعني تحسين طبيعة وكمية المساعدات أو المساهمة، حتى ما نسميها مساعدات، ممكن تقوم فيها المجتمع الدولي تحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات والأمم المتحدة حيال أزمة النازحين. أنا بعتقد هذا العنصر الأساسي، وبتخيل أنا أنه يعني واضح بالموضوع أنه لمن بيكون في حدا بيحط رصيده، عنده رصيد بهالحجم وبيوضعه بخدمة هالقضية، لازم نتأمل بنتائج يعني مختلفة عن السابق. مش لأنه تغيرت، مثل ما قلت يعني طبيعة المشكلة ما تغيرت، يعني نحن هذا الأزمة يعني وجود أكثر من 1 مليون نازح سوري في لبنان، والضغط الكبير اللي بيشكله على الاقتصاد اللبناني وعلى البنى التحتية اللبنانية، هذا مش أمر جديد. كذلك معاناة النازحين نفسهم، أنا ما بعتقد حدا من النازحين مبسوط بلبنان انه موجود يعني بهذه الوضعيه اللي هي وضعيه قلقه. بنفس الوقت هناك يعني يمكن حتى ممارسات عنصريه تطال العديد. نعم. من النازحين، هناك تجاوزات من قبل الكثير من السوريين امنيا. نعم. يعني في مشكله خلينا نقول على كل جميع الاطراف. انا بعتقد انه آن الاوان من اجل ان نضع لها سياسه احتواء ناجعه. نعم. ما شفناها لحديث هلا. بتامل انا انه بالتزامن مع يعني محاوله الرئيس الحريري انه يرفع قيمه المشاركه الدوليه في تحمل الاعباء، انه السلطات اللبنانيه تتحمل مسؤولياتها، لانه للاسف. نعم. الشديد لحديث هلا في دفوار، يعني في هوم وورك لازم يقوم فيه لبنان ما قام فيه. وانا جربت اشير لهذا الموضوع بمقالتي اليوم بجريده الحياه، مقالي. نعم. يعني بتشرح هذه المساله، وبالحقيقه بتجرب تضوي على مش شو مش عم يعمل المجتمع الدولي، شو لبنان حيال نفسه بعد مش عامل، لانه من الصعب كمان واللبنانيين بدهم يسمعوا من لبنان قبل ما يسمعوا من المجتمع الدولي. طبعا انا هذا باعتقادي الاهم، لانه نحن وقت بنقوم بواجباتنا اولا كدوله، ثانيا كمجتمع. نعم. وكاقتصاد، حيال هذا الموضوع انا بعتقد اسهل بكثير نخاطب المجتمع الدولي نقول له انت مقصر. مقصر المجتمع الدولي اكيد، بس في بكل بساطه نحن عم نلتقي مسؤولين دوليين. نعم. بكل بساطه عندك بيقولوا لك 3 غنانه، اول غنيه هي اسمها انه انتم قديشكم شعب عظيم، شو هالتضحية الكبيرة اللي. نعم. عاملينه وفعلا يعني تاني وحدة بيقولوا لك نحن مزبوط نحن عم نساعد، نحن مقصرين بس عم نساعد، عم نعمل اللي نقدره، بس تروحي معهم بالنقاش بس بيقولوا لنا في كثير قضايا انتم بعد ما عملتوها ومعهم حق فيها. هني ما بحق لهم يركزوا على ثالث نقطه لانه هني مقصرين، بس نحن واجباتنا نركز عليها. وين بتشوف وجه التقصير المتعدده؟ بدايه على مستوى يكون عندنا سياسة عامة حيال الموضوع. شو يعني سياسة عامة؟ سياسة واحدة. أولا سياسة، هلا بنوصل لسياسة واحدة. نعم. أول شيء تشخصي المشكلة. اليوم حتى اللحظة بلبنان في خلينا نقول تشخيصين؟ لا مش بس تشخيصين، في عندنا يعني خلينا نقول غائبين. الغائب الأول هو إنه نحن بنعرف العدد مزبوط، انا بتحدى اي مسؤول دقيقه يعني إيه لا بتحدى اي مسؤول يعني من المعيب يعني، وانا بعرف مش مسؤوليه الرئيس الحريري، كل الخمس وزراء اللي رايحين معه للرئيس الحريري في شي وزير بيعرف قديش عدد الحقيقي للنازحين؟ بيقول لك مليون. شو بيقول لك مليون لا ونص؟ لا بيقول لك في مسجلين وفي غير مسجلين. وبعدين يعني هيدي هلا بنوصل لهذه النقطه. طيب مش معيب انه يعني خمس وزراء ما بيعرفوا لا واحد؟ انا بسالهم واحد واحد، ومع احترامي لهم جميعا يعني، وعشرة مستشارين معهم، بيعرفوا الرقم الحقيقي لقديش النازحين؟ طيب في كان رقم، هلا اذا بتفتحي الويب سايت تبع مفوضيه اللاجئين بتلاقي رقم اذا ماني غلطان 1,066,200، ما بعرف قديش. وهذا الرقم
موقف من شباط 2005، يعني من سنتين موقف هذا. ليش؟ لانه السلطات اللبنانيه 2015 عفوا ما تواخذيني، لانه السلطات اللبنانيه طلبت من اليو ان اتش سي ار يعني مفاوضات اللاجئين ما بقى تسجله، يعني هي سياسه النعامه، كانه اذا ما بقى يسجله ما بفوت حدا ثاني، ببطل حدا. لا بس في حكي انه عدد النازحين يفوق المليون ونص. ما انا ما عم شكك بالحجم، الحجم كبير، بس مش عيب النقطه الثانيه. هل نعرف يعني هل معقوله انه بدوله فيها سياده ما بتصنف في عندك كتلة ديموغرافية هالقد كبيرة دخلت على لبنان، ما في تصنيف رسمي لها؟ انه اليوم فرق كبير انا برأيي بين لاجئ ترك بلده بسبب انه مش قادر بقى يعيش هونيك بسبب في خطر على حياته، هذا لاجئ أمني، وبين عامل، بين لاجئ اقتصادي ما عنده فرصة عمل. وأنا بفهم أنه سوريا اليوم ما فيها يعني فرص عمل، كل عمره في سوريين يشتغلوا بلبنان بس مش بهالحجم هيدا. وبالتالي بين مقيم، في حدا جاي يقيم بلبنان لأنه عنده عائلة بلبنان جاي، أو سايح، في سواح، بعد في كثير ناس بيجوا بيسوحهم. طيب معقول دولة ما عندها تصنيف دقيق، ما عندها قاعدة بيانات لهيدا الموضوع؟ هذا موضوع يسمحوا لنا، مش هذا الموضوع مين بيطلع فيه، الوزارات؟ انا برايي يعني اولا هيدا الموضوع مشتت، الامن العام مسؤول عنه لانه هو مسؤول عن حركة التدفق دخول وخروج، وزارة الداخلية مسؤولة عنه لأنه هي مسؤولة عن الأمن بالمناطق، البلديات يعني. وزارة العمل مسؤولة لأنه هي بتسمح بالعمل أو ما عدا. لا، البلديات آخر ناس مسؤولة، عم يتحملوا مسؤوليات بقضايا ما خصهم فيها، مش ما خصهم، تفوق طاقتهم، وعم مرات عم يعملوا تجاوزات عن حس النية، لأنه عم بيصيروا هن يحطوا حالهم كبوليس ويخالفوا القوانين، لأنه بيمنعوا فلان يشتغل، بيمنعوا فلان يتجول، كلها هي مخالفة مش بس لحقوق الإنسان، مخالفة للقانون الدولي. وإذا بينعرق، إذا بتتوسق هاي، لو ما في تفهم لوضع لبنان كلها بتتوسق، وبنعمل فيها حالات إدانة كانت لو ما، بس متفاهمين لوضعنا ونحن متفاهمين لوضع البلديات وبوليس البلدية اللي هو عم يعمل. غير هالنقطتين في كتير قضايا، مثلا نحن عملنا شغلة إيجابية وحيدة إنه ضبينا بعض أو قسم الأكبر من الطلاب السوريين اللي هن، وهذا تضحية كتير كبيرة، لأنه دخلنا على نظامنا التربوي 250 ألف جديد، اكثر من عدد الطلاب اللبنانيين، لا 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 اقل، يعني الطلاب اللبنانيين اللي موجودين بالنظام الرسمي هن اقل من 400,000 400,000 يعني. نعم. بس في عندي ثلاث اربع مشاكل، هي كثير منيحه كخطوه اولى لانه بطلوا بالشارع. نعم. فرق كبير، تخيلي عندك 250 الف تلميذ سوري بالشارع او مش قادرين اهلهم يودون على المدرسه. نعم. شوفي مستوى يعني الانحراف، مستوى التطرف، مستوى اللي ممكن يعني ينشا هذا الموضوع. انما بعد في 250، إذا أرقام صحيحة، وأنا ما بعرف إذا ديش الأرقام صحيحة، يقدر أنه في 250 ألف تلميذ أو سوري بالسن الدراسي ما أنهم موجودين بعد بالمدرسة. طيب هول شو بنعمل فيهم؟ بنتركهم كمان ولا لا؟ عم يشتغلوا، ممكن، ما بعرف شو عم يعملوا، بس أنه يعني ما بنعرف شو وضعيتهم يعني. ثانيا هذا الشيء عمل ضغط كتير كبير على النظام المدرسي اللبناني، يعني اليوم انت بدل ما تعملي دوام تعملي دوامين. نعم. بدل ما صف تستوعبي فيه 25 30 مثل ما لازم، عم تستوعبي فيه مرات 40 يعني. نعم. الملعب بدل ما يكون مخصص لهيك يعني حنفيات عم بياخذك لاخر القضايا، عم تتخيلي في البنى التحتيه المدرسيه تهالكت بطريقه غير طبيعيه خلال خلال هذه السنتين. طيب هول كيف يعني عملنا؟ بس انه ضبينا اول فوج وغطينا الموضوع هي المجتمع الدولي، عم ناخذ مساعدات، اكثر مساعدات دوليه بتجي على وزاره التربيه، اكثر مساعده. طيب تروح على محل ثاني اسمه تنظيم العماله، طيب نسمع كثير صريخ انه عم ياخذوا شغل اللبنانيين وانه هن بيشتغلوا بشغل مزبوط، هذا الشيء ليش؟ لانه الامر مش منظم. اول شيء ما بنعرف مين بحق له يشتغل، مين ما بحق له يشتغل. كل شيء هلا اليوم في وزاره العمل، في صلاحيات محطوطه بايد الوزير، بيجي لك وزير، حيالله وزير بيجي حسب سياسته واهوائه، يا بده يعمل سياسه شعبويه عنصريه، يا بده يعمل سياسه انتخابيه، ببلش يقول لك لا هذا ممنوع، هالقطاع مسموح، هذا يعني هون توحيد المعيار بيب. مش بس توحيد، بدنا سياسه عماله، ما فينا نترك الموضوع انه هذا ماشي للسفير انه هذا والله بنتركه لآليات السوق، ما فينا نتركه لآليات السوق. اللبنانيين ما بيقدروا يشتغلوا بنفس الاجور اللي بيقدر يشتغل فيها اللاجئ السوري. أكيد. بكل بساطه، وهي مش عنصريه حتى، بس بنفس الوقت حتى دكتور حداد يعني بالنسبة لإله توظيف العامل السوري أقل كلفة. ما هذا اللي عم أقوله، بس هيدي ما فينا نتركها هيك، بس كمان بنفس الوقت ما فينا نقول ممنوع الشغل بالمطلق للسوريين بلبنان، ولازم بس يضلوا محصورين بثلاث قطاعات بسمعها هي من كل الوزراء. بناء بناء وزراعة وزبالة، سوري يعني ونفايات. طب كيف هذه يعني؟ لا ما فيك، في اليوم عندك بدنا ندرس أول شيء البنية الاقتصادية الاجتماعية للاجئين الموجودين هون، شو في كفاءات بيناتهم، وبدنا نحن نحدد في كثير مجالات نقدر
يشتغلوا فيها ما فيها تلبيه لبنانيه، بس هي بدها سياسه منوعه شوي وسياسه حكيمه وسياسه مدروسه، مش يعني تدابير اعتباطيه. بتروح على نقطه رابعه هي متصلة ب يعني نقطة خامسة بالأحرى، متصلة ب يعني طيب اليوم وين يعني وين كيف شو المقاربة لحتى نخفف عن أعباء المجتمعات المضيفة؟ في مجتمعات مضيفة بلبنان عم تدفع ثمن نيابة عن كل اللبنانيين، أنا متأكد هيدا جوهر خطة الحكومة تماما. هلا نوصل له، وهيدي نقطة انطلاق جيدة وهلا رح فصلها، لأنه رح أقول شو عم بجرب رئيس حريري عم بهذا الموضوع وكيف الاستفادة من هالموضوع وما ياخذ يتحول لتعملي فائده آخر. مزدوجه، لتعملي فائده، لتحلي مشكلتين بدل المشكله. في مشكله اسمها المناطق الفقيره بلبنان والضواحي الفقيره. نعم. مصادفه ومش صدفه، اللاجئين السوريين معظمهم اللي مش ساكنين بخيام او مش ساكنين بمحلات عشوائيه، سكنوا بهذه المناطق، المناطق الاشد فقرا بلبنان. فاذا نعم. في من ناحيه مشكله نازحين عاوزهم استيعاب، وفي نعم. من ناحيه ثانيه مجتمعات مضيفه ما بقى عندها يعني موارد نعم. كافيه، وصار في ضغط عليها بسوق العمل. طيب هاي بدك تعالجيها بطريقه نعم. انه ما حدا يتاذى او الكل يكون مستفيد، هي عبر نعم. مشاريع تنمويه. خلينا ناخذ بريك قبل ما نرجع نتوسع اكثر بالخطه او الطريقه الجديده مثل ما سماها اليوم خير الله يلي الحكومه اللبنانيه عم تقارب فيها هذا الموضوع من على منبر بروكسل، والمواضيع الأخرى بعد ما نتوقف مع أول فاصل.